شكرا على هذا الكلام. ولا يطال بالراس يركع ويخطب. ايوه صلاه الشواهي كريم. ما قالت زكايا. يقول لها السلام عليكم يا دكتور. زكيا ما قالت عشان يقول لها زكايا. يزول لها انا زكايا. او يضرب بكفيه او يرفع كف عن جهه اليمنى وجهه اليسرى. طبعا هي المحامي او عسكر عليه برنامج الدكتور. اي شاب فإذا كانت هذه الصلاة صلاة فريضة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الصلوات المفروضة. نعم، الآن نذكر بإذن الله تعالى ما يتعلق بشروط الوضوء. من يذكر لي شروط الوضوء؟ شروط الوضوء على مشطة شروط الوضوء. اتفقنا بالأمس أن تحفظ شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء. أما شروط الوضوء نواقض الوضوء وفروض الوضوء شروط شروط كما يقول السلام ليه أصل الوضوء كما شروط كيف شروط ولا شروط كما نرى لدينا السلام. لا أحد يعمق إذا نحن متفقين يا شيخ والمؤمنون على لا درس. وربين. لا لا ما يكتبها. يحفظوا الآن نترك لهم 10 دقائق ونعود للدرس. لا بد من الحفظ. وزين. أحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخواننا قد حفظ أهم ما يكون مع العمل. لا يمكن ان يكون طالب علم ولا يحفظ شيء، ما يمكن. وهذه الامور سماها المؤلف رحمه الله تعالى مهمه لابد ان تحفظ عند كل طالب. نعم. عند سلامتك ما بقول شغل، لما قلت ليش مصر بشكل غير مدرسي؟ يقول بشكل غير مدرسي، يقول لك بشكل بشكل غير صلاة الجمعة، يقول لك انت بشكل ماذا تسمع؟ إذا كان لهذا الناقض استنجاء واستجمام لا
الله ينفي فتعالى حتى تكمل. حتى
وزوج من جبري بشكل غير اتمام. فهو في الماء استعمال الماء أو الحجارة إذا كان هذا الناقل موجب استعمال الماء أو الحجارة. لكن إذا خرج منه ريح مثلا لا استعمال ماء ولا حجارة ولا فهو نعم. حصى قطر قرون قرون
اللغة العربية إلا بدون حال هذا الذي بحال لو سمى مسحة.
দিন হাইল হইতো হাইল অর্থাৎ কাপড় প্রতি স্পর্শ হতো অভিজ্ঞতা স্পর্শ এই বিষয়টি কিন্তু পছন্দ করেছিলাম সাহেব বললেন বিষয়টি উত্তর দিলেন যে আরব ভাষায় মাছ বলা হয় যদি কারোর কাপড় না থাকে স্পর্শ এটাকে মাছ বলা হয় আর কাপড় থাকলেও বলে স্পর্শ এটাকে মাছ বলা হয় না স্পর্শ আরবিতে মাছ শব্দের অর্থ যদি কাপড় না থাকে এটাকে মাছ বলা হয় এইটা স্পর্শ কাপড় কেন মাছ আর যদি কাপড় থাকে এটাকে মাছ বলা হবে না তবে হায়ের দায়ের হায়ের এটা আবরণ বা বিনাবরণ ইত্যাদি যে ভাষা ইয়া থাকে তার মানে স্পর্শটাকে বলে যেটা কিতাবে ডাইরেক্ট স্পর্শ অর্থাৎ ডাইরেক্ট গেলে হানি হবে সেটি হচ্ছে স্পর্শ তবে কাপড় থাকে সেটি স্পর্শ বলা হবে أكل لحم الإبل أكل لحم الجزور نعم حتى كل المشطة بقم لليه وضو المشطة فلو أكل لحم غنم أو لحم بقر أو لحم دجاج مثلا أو سمك هذا ليس من أكل الوضوء جدي كل يكتي هاي كل المشطة من المشطة كشي المشطة هو ما إذا كنت يكتي كل سبحانه إلا أرسل المشطة تقسيم مبين من أين ذكرتها؟ موجود هنا؟ موجود؟ تفسير الميت هذا ليس بموجب للوضوء وليس بنامض من أمر الوضوء، نعم. تفسير الميت وقال أنت قلت لي بصوت الجبل الوضوء ذاك يشرب وضوء يشرب إن شاء الله الوضوء كراك. الوضوء قلت لي بصوت الجبل الوضوء يشرب إن شاء الله الوضوء كراك. الردة لنا محبطة لكل الأعمال الصعبة حتى مرتد ها وضوء المشتري بشيء شوية وضوء المشتري بشيء استخدمك بريدة مرتد بريدة شدي وضوء مستحك تقوى كل مستحك مرتد بريدة أهل الشيء تعالى وضوء المشتري الله أحمدك إطلاق با مرتد ها لك الله أحمدك شكرا لك شكرا لك الله آمين إلا الدوام والسكة وضوء وضوء المشتري بشيء شوية الخارج من السبيل المطلقة ثم يغسل كفيه استقبالا دو هات دو هات